وكأنها تحن إلى ماضيها الاستعماري، تعلن فرنسا خروجها عن الشرعية الدولية باعترافها بأطروحة رفيقتها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، مدفوعة بحسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية، في وقت تلتف المجموعة الدولية حول الخطة الأممية للتسوية في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مستقر الحل فيها استفتاء تقرير المصير. ولعل ما يؤكد تلك الشبهات تبني باريس العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي مسارا متعارضا مع حل أممي مؤسس على أحكام أممية تاريخية لا تعترف بأي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية. خليني أقول أن هذا الأمر لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن يلغي حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا التقادم في تقرير مصيره كما قالته الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. انحيازها لخطة تتعارض بالمطلق مع قرارات الشرعية الدولية، مع القانون الدولي، مع ما سبق للفرنسيين أن شاركوا في صياغته كقرارات، حين تقول أنني مع خطة الحكم الذاتي فأنت خارج التوافق وخارج هذه الصيغة وخارج حتى ما سبق وشاركت في صياغته. مزاج فرنسا الغارقة في مشاكل داخلية سياسية واقتصادية يميل إلى الطرح المغربي، متجاهلا أنه مكمن النزاع لقرابة عقدين من الزمن حاول خلالهما الاحتلال المغربي فرضه أمرا واقعا على الصحراويين. تعبير فرنسا عن عدائها المباشر للشعب الصحراوي وللقانون الدولي قبل الشعب الصحراوي، وتعبيرها واتخاذها موقف يسير عكس يعني جميع جهود الأمم المتحدة السابقة الرامية إلى حل هذا النزاع، الوقوف الفرنسي الآن والتعبير عن دعم الاحتلال المغربي، دعم المغامرة الاستعمارية والتوسع المغربية في الصحراء الغربية خطير على المنطقة، لن يساهم في إيجاد الحل وسيزيد من اللا استقرار الموجود أصلا في هذه المنطقة. يبدو أن باريس لا تتعلم العبر من التاريخ، كيف لا وهي التي انتهى بها الحال مدحورة من مستعمرات انتزعت شعوبها الحرية والاستقلال، وكذلك يفعل الشعب الصحراوي المتشبث بأرضه المتمسك بحقوقه ولو تواطأت ضده قوى استعمارية تعرف كيف تتماهى وتتفاهم مع بعضها بعضا وكيف تمد يد العون لبعضها بعضا.